ابراجنا وحظوظنا وشو مخبي لنا الفلك مع مدام نجلة اباني. صباح الخير يا مدام. صباح الخير. يسعد لي صباحك. صباح الخير يا ميشا. صباح الخير للجميع، ضلوا بخير، ايامكم سعيده، مرتاحين، مبسوطين. يوم 16/1/16 كانون الثاني يناير، تمنياتي لكم بالسعاده. ما زال عطارد متراجعا وما زال تاثيره على الارض واضح وبين، يعني سواء بالاعطال، سواء بالكهربائيات، عطال الكهرباء، سواء حتى بتراجع واهتزازات بموضوع البورصة، غلى ذهب، غلى نفط، يعني هاي القصص كلها تقل علاقة وخاصة أعطال الأجهزة الكهربائية بامتياز بهاي الفترات، وحتضلها هيك لـ 24 تقريبا بالشهر. لذلك كتير لازم ننتبه على أجهزة الكهربائية بالمجمل. طبعا زهرة أيضا ما زال يتراجع في برج الجدي، لسه الأمور ما كتير الأريح للحمل، السرطان، الدلو وال ميزان، هالأبراج شوي عندها مضايقات، إضافة إلى أنه تراجع عطارد بيعني مولود برج الثور والأسد شوي بالعمل شوي بالدفع، يعني أمورهم المالية ما كتير تمام بهاي الفترات. طبعاً المريخ ما زال متقدماً في برج القوس، كوكب الطاقة والحماس، ما زال متقدماً في برج القوس، ما زال يحمل بعض المضايقات الصحية للجوزاء لبرج العذراء وإضافة إلى برج الحوت. أول أخباري عزيزنا مولود برج الحمل لليوم عم تنتابه حالة حساسية من بعض القصص اللي مو كتير مريحة، حاول تبتعد عن الشجارات باعتبارك أصلاً تنتمي إلى دائرة الأبراج النارية، فحاول أنه ما تعصب من أمور صغيرة، ربما بسبب جدل مع الآخرين، ربما بسبب بعض فقدان الثقة بالآخرين. يعني أحياناً بتنتابنا حالة فقدان ثقة أنه أنا شو أعمل، متضايق من فلان، خلف بوعده، شيء من هذا القبيل، كأنه عنده مولود اليوم برج الحمل مضايقه. مولود برج الثور عنده حركة، نشاط، جهود مبذولة مترافقة مع محبة من الناس اللي حواليك، كأنك عم تنسى مضايقاتك وعم تمتن علاقاتك بأصدقائك، عم ترتب أمورك والكواكب داعمة ومساعدة لك لتعوض ما فاتك. تمتلك طاقة للمواجهة مولود برج الثور. مولود الجوزاء غالباً عم بيناقش ببعض الأمور المالية، يعني ينظم مدخولك وتصرف على أساس أنه المفاجآت واردة، وخاصة مثل ما قلنا مفاجآت الأعطال، لأنه هذا الشهر بالنسبة لك شهر الأعطال بامتياز. يعني عطارد يتراجع في برج الدلو يعنيك مباشرة بقصة عائلية ربما تجعلك تدفع دفعاً إضافياً. معلش يعني ما عندنا حلول أحياناً، فلا يضيق خلقك. مولود برج السرطان اليوم أمورك إيجابية وجيدة، سواء كظروف مناسبة، سواء لتحسن علاقاتك، سواء لتستقبل ضيوف، سواء لتقدم تنازلات يمكن، أو لتشعر بالثقة بالنفس. على كل نهتم بمظهرك معنوياتك، اليوم القمر ببرجك. مولود برج الأسد أنت اللي مو كتير مرتاح، عم تنهي بعض الاتفاقيات اللي ما كتير حاسة انه ظابطة، او عم تحس انه في نوع من انواع الخداع او الاحتيال حواليك، او عم تقحم حالك يمكن بمعركة مانك كتير محتاجة. اذا بدك نصيحتي، اذا بدك حاول تلاقي اليوم كلام ملائم لألك لتناقش فيه الاخرين بعيدا عن التصريح هيك بكتير من الجرح ربما، او بكتير من الشجار او العصبية. هي انت اليوم الان ما كتير مرتاح، يوم جيد لعزيزنا مولود برج العذراء اجتماعياً، استقبل ودع تعرف، كأنك تبدي انفتاح على بعض الأوساط الجديدة، كأنه تسعدك حفلة أو مناسبة، أو عم تتصل بأشخاص مميزين، أو يكون عندك ضيوف آتين من الخارج، أو عم بتعبر عن نفسك بلقاءات. حافظ على سلامة علاقاتك، الأمور لألك جيدة. أكثرنا تعباً بـ 12 برج الحقيقة هو برج الميزان للأسف، فاليوم كتير بدك تنتبه إنه أمورك لا تعتبر الأفضل، ربما تعيش وقت صعب بسبب الآخرين. اليوم أنت مضغوط من الآخرين، يعني الناس اللي حواليك عاملين لك بعض المضايقات، فتجنب أخطاء غير مقصودة، لأنه ممكن أي كلمة تتحسس منها اليوم أو تعتبرها مس لكرامتك، وهذا الحكي ما هو مزبوط على كل الأحوال. اليوم أنت عم بتحمل الناس اللي حواليك مسؤولية بعض الأخطاء، فبدأ الحكاية شوي تروق، ما أنا مبسوط اليوم الميزان.
المبسوط هو مولود برج العقرب، والحقيقة الوضع مناسب اليوم لترتب أمورك. أولاً أنت تمتلك إرادة في التواصل مع الآخرين، ثانياً عم تستعيد استقلاليتك، عم تسيطر على أوضاعك، عم تعزز طاقاتك وعلاقاتك. وإذا في شيء بدي نبهك منه كشهر هي أمورك المهنية والعاطفية، شوي انتبه، بس إنه ما في شيء سيء، بس كأنه في أمر جديد عم يشغل تفكيرك. القوس أموره إيجابية وجيدة جداً إذا بدك بهاي الفترات. أنت تناقش من تحبهم ومن يخلصون لك، أو تسترعى انتباه شخصيات مهمة، أو عم تفكر بمشروع مهم. في شيء على صعيد أصحاب، عائلة، زملاء، كأنه عم تدخل معهم مشاريع جميلة، أو عم تناقشهم بقصص مختلفة. أنت متفائل على كل ومتعاطف، مولود برج القوس، مع المحيط، مع المحيط الغير متجاوب للجدي اليوم. الحقيقة ما بعرف قد أنت دبلوماسي عم تكون اليوم، بس أنا برأيي أنه صوتك عالي وخالي تقريبا من الدبلوماسية. عندك جدل أو احتجاج أو نوع من أنواع المضايقات بينك وبين الناس اللي حواليك. خفف من حدة استيائك لأنك شوي معصب أو متضايق أو في شيء عم تأجل. طبعا كلياتنا بتتأجل عنا أمور إلا مولود برج الجدي، بس تأجلت عنده قصة بتصيبه هستيريا أو عصبية لأنه بيعتبرها نوع من أنواع الكذب. بعدين الجدي بحاجة لوقت ليرتب شؤونه، يعني مو من الأشخاص اللي امشي ننزل نتعشى ثلاث دقايق لبس بنطلون البلوزة وصار بالشارع. أبداً الجدي مو هيك، فلما بيحضر موعد بيتضايق إذا التغى أو تأجل. مولود برج الدلو الحقيقة اليوم عم تشتغل كالآلة بدون راحة، هيك إحساسك على الأقل. لا قادر تعتمد على صداقاتك وعم بتبعثر نشاطاتك حيث لا يجب. شغلك كتير، عملك كتير، حاول توفي بمسؤولياتك كأنه نفسك ترتاح أو تنام. مولود برج الحوت أحد الأيام الأفضل بالنسبة لك، سواء للقاءات مهمة، سواء لقصص ممكن تكون شخصية إيجابية وجيدة. أنا بعتبره يوم جيد عموماً لتعمل شيء قصة مختلفة بالنسبة لك تكون أكثر سعادة أو تجعلك أكثر سعادة. مولود 16 كانون الثاني، كل عام وانتم بخير. عامل مجتهد يمتلك المقدرة ليعمل صباح مساء، لا يتوقف عن العمل، يحقق أحلامه وطموحاته، يحلم دائما بالثراء والسلطة، لكن رجليه على الأرض لا يحلم أحلام لا يستطيع تحقيقها. هو هيك هيك شخص منطقي، عاقل، صموت، وخاصة حين يحب، وثرثار حين يحب، بس بيعرف كيف يتصرف. مسؤول، ما بيعرف يعبر عن حنانه، سهل الانجراح، الادخار شغلة مهمة بالنسبة له لأنه دائماً يحلم بأنه يأمن حياته للمستقبل. سنة كتير مهمة، أمورك تتحسن سواء بالمال اللي هي السنة الأفضل، سواء بأمور عملية، سواء بقصص مالية ممكن تكون إيجابية وجيدة. أنا بعتبرك بالسنة الأفضل لتغير شيء بحياتك ونبارك لك. رسائلكم أكيد على 18:45 من أي موبايل داخل سوريا. ألبين بنت هيك، ألين بنت طروب مواليدة 2003، هي سنة أولى هندسة. إذا عم نحكي فأنت بالسنة الأفضل يا ألين، سنة جيدة جداً بالنسبة لك وإيجابية جداً وغالباً للتغييرات. سارة عم تسألني مع زوجة سائر، وارد انفصال؟ هلأ الصراحة وارد هالأربع شهور إن الأكثر تعباً للجوزاء. فأنا أقولي سارة يعني لا تصعدي خلافات روحي، لأنه أنت عنيدة وهو أعند، رغم أنه هو بيبين متكيف ولطيف وضحوك، بس هو مدرك قد أنت بتحبيه، والرجل يطمع بس كده يحس أنه البرة بتحبه. وارد؟ مو وبمين لو عارف إذا مو حتنطبق على الرسالة اللي جايتنا. بدنا ناخد عافية بنت نور مواليد 4/9/2003 مع يمان ابن آمنة 12/1/2003 عرسان جداد. 4/9/2003 و12/1/2003 ليك ورد كان عم بيقول تحت لها، عم بيقول لي عم يوشوشني انت عم تحكي انه شو توقعت بس رح شوف صح ولا لا. العلاقه بالمجمل جيده، رح العلاقه جيده وايجابيه، بس اللي 9/1 هو الرجل لا. يمان 4/9/2003 هي عافيه ويمان 12/1 المهم انه جدي.
قصدي أنا هو الأكثر عناداً والأكثر عصبية، خاصة إنه برجه حصان صيني. هذا الشخص تبع بدك تتعلمي تقولي له حاضر صباحاً حاضر مساءً، إذا ما عملتي هيك روحي هو ما حيطلق، بس هو حيهملك ببساطة، حيبلش شوي شوي يستغني عن آرائك. فحاولي إذا بدك تضلي قريبة منه، وإنك دائماً خاصة إنه أنتوا اثنين صموتين ما نكون حدا بيحكي عن مشاكلهم، فبدك تنتبهي إنه هاي القصة حتى يضل في مجال للتواصل بينكما، يقلك سره مثلاً إنه تبلشي تقولي له حاضر أو طيب تتعلم. طيب هي عندها القدرة عزراء صح؟ إيه طبعاً طبعاً عندها القدرة؟ نص لأنه هو مو غير منطقي. هلأ شوف الأوامر تبعته منطقية كجدي، يعني بتفهمها هي بتستوعبها، فعلاقة جيدة تعتبر. يلا ألف مبروك لإلهم، أكيد نبارك لهم بما أنهم عرسان اثنين جداد، وإن شاء الله يا رب هيك الحياة تكون كلها رواق يا رب. يا رب. سومر صالح مواليده 2000، يسعد أوقاتك يا سومر، أحد الأعوام الأفضل لألك يا سومر، بس ما بلشت لسه حبيبي السنة، يعني أنا كل شيء حمل لسه عم بيسألني إنه قلتي لنا السنة الأفضل، إيه بس ما قلت بلشت، قلت ما حتبلش سنة الحمل للثالث، فلا تقولوا لي شيء ما قلته. الحمل، الميزان، السرطان، والدلو ما بلشت سنتون وما رح تبلش قبل الثالث، عم ذكركم. نحن بلشت سنتنا؟ الجوزاء يعني ايه؟ بلشين من اول سنة نحن بلشين. شكرا يا مدام، يعطيك أوقاتكم. شكرا لك.